السلام عليكم. راح احل اسئله المصدر مال الانتي ريثميك دراج، لان شويه يعني تشابتر معقد، فحتى لا تضيعون التعب مالكم بعد ما تدرسون الملزمه، فركزوا على اسئله المصدر، احتمال كلش كبير يجيب من عندها. هنا أنا شنو ايش يقول؟ يقول اولد مان عنده مايوكارديال انفاركشن، يعني احتشاب عضله القلب. يا دواء يفيده حتى يعتبر كبروفيلاكتيك، يعني علاج وقائي حتى ما تصير عنده الأرثمية. أكيد إحنا من نسمع مايوكارديال انفاركشن تجي ببالنا ثلاث أدوية: البيتا بلوكر، دواء من أدوية البيتا بلوكر اللي هو من هو الميتابرولول، وأيضا بهاي الحالة من يفيد؟ يفيد الليدوكاين والمكزيلوتين مثل ما قلنا، لكن مثل ما قال هنا أنه هي البيتا بلوكر هنا تفيد. ليش؟ لان هي البيتا بلوكر بريفنت كاردياك ارثمي ذات اكر مايوكارديال انفاركشن. زين، بعد شي يقول هذا الثاني، يقول صارت عندنا ارثمية بسبب الريانتري، بسبب الريانتري فوكس، وهاي حكينا عليها، هاي الحركة الدائرية اللي تصير، فشلون نسوي لها سبرشنت؟ اكيد نقلل السلو كوندكشن اللي يصير بالاتريا، هاي حكيناها هواي. السؤال الثالث يقول لك هنا مريض عنده أتريال أرثمية، عنده أرثمية سببها بالأتريال بالأذين، ويما دا ياخذ العلاج صارت عنده كومبليكيشن، يعني صارت عنده مشاكل اللي هي من ضمنها الهديك والديزنس والتيتينيوس. هاي من يسوي هالتيتينيوس؟ قلناها طني بالأذن. شنو خاصة؟ بالسينكونيزم. السينكونيزم من يسوي؟ أكيد متفقين عليها اللي هي الكوينيدين. زين، سؤال الرابع، طبعا هاي الأسئلة مال طبعا الخامسة، هي طبعا خامسة سادسة سابعة ثامنة، فحتى نكون مهيئين الكل سؤال يجيبه. زين، بعد هذا يقول لك هنا مريض يتعالج من الفينتريكل أرثمية مالته، وبعد شهرين ظهرت عنده مشاكل من ضمنها التعب، وبعد ما سوى اكزامينيشن، يعني بعد ما سوى الفحوصات مالته، شافوا السكن مالته كول اند اكلامي. هاي هذا الكلام ما يفيدك، يقول لك شافوا الثايروكسين مالته قل، وايضا الثايرويد مالته يعني متحفزه انه طلع هذا التي 3 والتي 4. احنا عندنا معلومه مثبته، يا دواء ياثر على الثايرويد اكيد متفقين عليه اللي هو من هو الاميودارون، يسوي لي هايبو او هايبر ثايرويدزم اخذناه. زين، يعني خاف ناسيها دقيقه، الاميودارون، لان هو اصلا ليش الاميودارون؟ لان هو اصلا بي شنو هو؟ بي الايودين، هذا الاميودارون يسوي شنو هو؟ هايبو اند هايبر ثايرويدزم. ليش؟ لان هو اصلا بي بالستركتشر مالتش موجود ايودين، وهذا يأثر على الثايروكسين. زين، ترى هي أسئلة المصدر يعني بها لغوة صحيح، بس يعني تحتاج شوية تركيز، والباقي يعني مو صعب، بس مجرد ربط وتنحل. يعني هاي الأسئلة مكررة، هاي الأسئلة حليناهن نفسهن، هاي بالطبع السادسة اللي بعدها، هذا السؤال ما حليناه. يقول مريض يتعالج من الاتريال الرثميه مالته، وظهرت عنده مشاكل اللي هي من هي دراي ماوث، بلود فيجن، يورينري ريتينشن، اللي هي من هي اتروبين لايك اكشن. يا من هو يسوي لنا هيجي؟ اكيد الليزوبرامايد، معلومه ثبت عندنا. زين، ركزت عليها ندني من اشرح اللي هي الليزوبرامايد. زين، بعدها يقول لك هذا المريض يتعالج من الفي تي مالته، الفي تي يعني اقصد الفينتريكل ارثميه، وبعد اسبوع ظهرت عنده مشاكل، من ضمنها صارت عنده مشاكل بالمعده، من ضمنها الحرقه بالمعده هارت بان. احنا منو قلنا ياثر على الجي اي تي؟ المكزيلوتين. شو يسوي؟ يسوي ديسبيبسيا، والديسبيبسيا هي شنو ترجمتها؟ يعني تسوي مشاكل بالمعده، من ضمنها حرقه المعده. ارجع على المكزيلوتين، شي يسوي؟ خل ارجع عليه دقيقه.
وين المجزلتين؟ طبعا هو المجزلتين كلاس 1 شنو؟ بي. كلاس 1 بي. هذا المجزلتين، هذا المجزلتين شو يسوي لنا؟ يسوي لنا ديسبيبسيا، نوشيا، فوميتينج. إذن يسوي مشاكل بالجي اي تي من ضمنها الهارت بون. ايه الديسبيبسيا يعني هارت بون. زين اخذناها حليناها. يقول لك هنا أنا مريض تشخص عنده اتريال فيبريليشن ويريد دواء يتحكم له بالريت كنترول مال الاتريال فيبريليشن. احنا منو عندنا؟ عندنا الازمولول والميتوبرولول اثنينات، لكن هذا شيء يريد، يريد اوت بيشن. يعني شلون يريد؟ ما يستخدمه اي في، يريد يستخدمه اورالي. اللي هو من هو الازمولول مثل ما نعرفه موجود فقط اي في. احنا ايش نختار مكانه؟ نختار الميتوبرولول. هذا التوضيح موجود هنا. زين يقول لك الديجوكسين شلون يعالج للاتريال فيبريليشن مالته اللي تصير، الارثمية اللي تصير بالاتريال. اكيد احنا نعطي الدوز من 1 إلى 2 مثل ما قلنا نانوغرام بيرمول حتى يعالج لي الاتريال فيبريليشن. الباقيات اذا تريد تناقشين، ديجوكسين يشتغل انه يسد الكالسيوم شانل؟ لا، هو يسد الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز. زين ويقول لك الديجوكسين يتحكم لي بالرزم كنترول فور اتريال فيبريليشن؟ لا، اكيد هو يتحكم فقط بالفنتريكل اللي ياثر على الاتريال فيبريليشن، نوت رزم كنترول. الديجوكسين يزيد الكوندكشن فيلوسيتي؟ لا، هو يقلل الكوندكشن فيلوسيتي. اذا الاختيار الصحيح هو نستخدم من 1 إلى 2 نانوغرام بيرمول حتى يعالج الاتريال فيبريليشن. وبالهارت فيلر كان من 0.5 إلى 0.8. يقول لك لان الديجوكسين مثل ما نعرفه بالهارت فيلر نستخدمه بالارثمية. بالهارت فيلر ليزن هو بوزيتيف اينوتروبيك افكت، يسوي كونتراكشن، يقوي الكونتراكشن. شلون الميكانيزم مالته؟ مثل ما حكينا سابقا، يزيد الكونتراكشن، يزيد مستوى الكالسيوم. شلون يزيد؟ لان يغلق الصوديوم اند بوتاسيوم اي تي بيز. هاي كلها يعني معلومات حاجيه. يقول لك ادفيرس افكت متعلق بالاميوداران كلهن ذني ما عدا اكسبت. يعني هذا الاميوداران يسوي هايبر او هايبوثايرويدزم مثل ما حكينا، يسوي بولمنري فايبروسيس، وايضا يسوي الجلد شنو؟ بلو سكن مثل ما قلنا، يعني رصاص مجراق يصير لون الجلد وهاي حساسيه نظر. اذا ذني كلهن يسويهن ما عدا ان يسوي لنا سينكونيزم. سينكونيزم من يسويها مثل ما قلنا؟ لكوينيدين. زين قبل شويه حليناها. يقول هذا الليدوكاين، يقول الأرثمية اللي يعالجها الليدوكاين. طبعا انا من شرحت الليدوكاين قلت لك الليدوكاين دائما يعني مرتبط بالفنتركل، يعالج الأرثمية اللي سببها بالفنتركل. يعني يعالج هنا شنو؟ البي تي، الفنتركل تاكيكاردي. راح تقول هنا هم فنتركل؟ لا، هنا شنو؟ سوبرا فنتركل، يعني صايره فوق الفنتركل بالاتريوم صايره. اذا الليدوكاين هو يعالج شنو؟ الفنتركل تاكيكاردي. هاي معلومه ثبتها عندك. زين هنا يقول لك هنا الطبيب يريد يبدي يعالج بالفليكانامايد. فليكانامايد يا حاله انه تستوجب لي انه يبدي بالفليكانامايد او المسموح بها استخدام الفليكانامايد. احنا قلنا الفليكانامايد ما يستخدم ويا الستراكشرال هارت ديزيز، وذن كلهن هارت ديزيز اللي هي هارت فيلر، كونوراري ارتري ديزيز، والليفت فنتريكل هايبرتروفي مثل ما قال هنا. ليش؟ لان يسوي سادن كاردياك ديث، يسوي موت مفاجئ او توقف مفاجئ للقلب. فبالتالي الشخص اللي عنده هايبرتنشن ممكن انه نستخدم له فليكانامايد. زين بعدها هذا السؤال الاخير يقول هذا الدروني دارون شنو؟ يا جمله يا خيار من الخيارات صحيحه، يا هي الخيارات صحيحه. اول شيء نجي للاختيار الصحيح. احنا نعرف الدروني دارون هو يزيد الريسك اذا عنده هذا الشخص عنده اتريال فيبريليشن او سيمتوماتيك هارت فيلر، فهذا الاختيار الصحيح. دنيش ليش مو صحيح؟ الاي دروني دارون مور افكتيف من الاميوداران. اكيد خطا. ليش؟ احنا لان قلنا انه الاصل هو الاميوداران والمستقبل من عنده من هو الدروني دارون. اذا الدروني دارون ليس افكتيف من الاميوداران. زين لكن هو هذا شنو؟ اقل
السايد افكت من عنده واقل فعاليه، هذا اكثر فعاليه واكثر سايد افكت. زين، اما هذا الجو يقول الكيو تي انترفال برولونجيشن نوت ريسك فور وذ درونيدرون، اكيد خطا، لان هو الكيو تي انترفال هنا شيء يسوي له يزيد لها خطر الريسك مثل ما قال هنا. هنا ما نحتاج نتابع الليفر فانكشن مالتنا وظائف الكبد، خطا اكيد. ليش؟ لان قلنا الدروني دارون صحيح هو قليل سايد افكت، لكن يبقى يسوي لي شنو هو الليفر فانكشن. هاي حكيت هالمعلومه من شرحت هذا اللي ما مأشر هنا، يعني ذني كلهن اسئله معاده حليناهن، هاي بالطبعه السابعه ذني كلهن حليناهن ما مأشرهن، كلهن نفسهن نفس الاسئله. هذا سؤال معلي يقول التورسا دي بوينت، هاي هم ركزت عليها. اخر شيء اخذنا الدواء اللي هو منه المغنيسيوم سيترايت او المغنيسيوم سولفيت مثل ما اخذناها بالمعزمه، يعالج من هو التورسا دي بوينت. هاي شنو التورسا دي بوينت؟ هاي الاكتوبك فوكس تصير هوايه وتضرب لي شنو هو؟ تضرب لي الفيس الرابع اللي يصير بالاكشن بوتنشال، فهنا المريض كلش راح يتضرر. فايش نستخدم من المغنيسيوم سلفيت مثل ما اخذناها، او كعلاج ثاني نون فارماكولوجيكال ايش يستخدمون؟ يستخدمون الليزر يحرقون هاي التورسال دي بوينت دي اللي تسويها من هي الاكتوبك فوكس. زين، كلاس يقول لك دواء من الكلاس الثالث ما عنده خطر انه ياثر لي على الكيو تي من الكلاس الثالث، اذا هذا الميتوبرولول نستبعده. ليش؟ لان هو بيتا بلوكر. الكلاس الثالث اللي هن ذني دوفيتلايد ساتلرول، هذا هم بيتا بلوكر ممكن هم نستبعده. اذا الدوفيتلايد والاميودرون، الاميودرون هو يكون الوحيد اللي ما ياثر لي على الكيو تي مثل ما كاتب هنا. يقول لك هنا ميديكيشن يسوي لي شنو؟ برفرال أدمة. من هو؟ الفيراباميل أكيد أخذناها إحنا، أخذناها، خلنا أشوفك وين أخذناها، بالكالسيوم شانل بلوكر اللي هو بالكلاس الرابع. هذا الكلاس الرابع إيش قلنا؟ اللي هو من إنه الفيراباميل والدلتيازم، شنو الأدفيرس إفكت مالتهن؟ هذا يسوون برادكارديو هايبوتنشن وبرفرال أدمة. هذا الخيار الصحيح مالتنا البرفرال أدمة. من يسوي الكالسيوم شانل بلوكر اللي هو الفيراباميل. شوف بس محتاج تربط يعني. بعد شنو هذا السؤال الأخير يقول البروبافينون نتجنبه وكل الديزيز ثاني ما عدا اكسبت، ما عدا احنا نتجنبه ويا الشخص اللي عنده امراض قلب اخرى اللي هي مثلا هارت فيلر والكورونري ارتري ديزيز، وايضا نتجنبه ويا من؟ ويا مريض الاسماء. ليش؟ لان هذا البروبافينون ايش قلنا؟ ممكن شيء يسد لي، ممكن يسد لي البيتا 2. هاي البيتا 2 شو يسوي لي؟ فازو دايليشن. فاحنا هاي اذا سديناها راح نمنع من الفازو دايليشن يصير، وبالتالي المريض راح يختنق. مريض الأسماء هو مخنوق اصلا راح نخنقه بالزايد. فذن كلهن نتجنبهن ما عدا انه هو مريض السكري ممكن نطيب بروبافينون. هذا كله مال هذه كل الاسئله المرتبطه بالارثمية. وهذا كتفسير انه يقول هنا ليش ويا الشخص اللي عنده امراض قلب ما نستخدم بروبافينون. ليش؟ انا هم قلتها بالشرح، لان هذا اصلا الى شنو؟ نيجاتيف اينوتروبيك، راح يزيد المريض سوءا. هسه نحل اسئله الدايوريتك، نبدا بالطابعه الخامسه. طبعا ما راح اقرا الكيس كله، راح اقرا هو التشور راح تحل هذا الكيس. زين، هنا أنا يقول لك مريض كبير بالعمر عنده هيستر من الهارت ديزيز، عنده صعوبه شنو بالبريثنج مالته، عنده صعوبه بالتنفس نتيجه البولمناري إديمة اللي صايره عنده. انت شلون تتخلص من هاي البولمناري إديمة؟ شنو افضل علاج؟ اكيد نستخدم لوب دايوريتيك قوي اللي هو من هو؟ الفراسيمايد اللي هو لوب دايوريتيك. زين،
وهذا طبعا كلش مهم واعتقد جابه بالكويز. زين يقول لك a group of college طلاب وراحوا يتسلقون الجبال planning of mountain. المهم شنو العلاج اللي احنا هذول متسلقون الجبال اكيد شو يصير عندهم؟ يصير عندهم الكالوسيس اللي هو النوجيا والفوميتنج، وممكن يصير عندهم شنو سيربرال اند بولمونري بروبلمز. فذول ايش ياخذون؟ ياخذون كربونيك انهيدراس انهبيتر اللي هو من هو الاسيتازولامايد. ليش؟ لان هذا اصلا الادفيرس افكت ما تشي يسوي لنا اسيدوسيس، وذول من يتسلقون شي يصير عندهم الكالوسيس، فهذا الاسيدوسيس راح يمحي تاثير الالكالوسيس، وهاي يعني نفصل بها بالشرح. زين يقول هذا الميل عنده هيباتك يشرب كحول وعنده هيباتك سيروسيس، وبسبب الهيباتك سيروسيس راح تتجمع عنده السوائل وتسوي لنا اسايتس اند اديما. ايش راح تستخدم له؟ يا هو افضل علاج حتى ويا الهيباتك سيروسيس انا هم منبه عليه من هو السبايرونو لاكتون. ليش؟ لان هذا السبايرونو لاكتون فيري افكتيف يعالج للهيباتك اديما. اصلا دول الهيباتك اديما ما يسوون للالدوستيرون ميتابوليزم، فهذا السبايرونولاكتون هو راح يسد لي هذا الالدوستيرون. بعدها يقول هذا الكيدني ستون الميل اولد ميل اولد مان عنده كيدني ستون بسبب هذا الكالسيوم اوكسالايت ما جاي تخرج، صار عنده جات. يقول لك يا دايرتك هذا كان يستخدم اكيد هو منو تسوي لي ري ابزوربشن وترجع الكالسيوم للدم، يعني تمنع خروجه باليورينري، من هو الهيدروكلوروثيازايد اللي هو الثيازايد دايرتك، مثل ما هيدروكلوروثيازايد افكتيف انكريز كالسيوم ري ابزوربشن، لان هي الكالسيوم تاخذه من اليورين وين ترجعه للبلود، وبالتالي الكالسيوم راح يزيد، بالتالي هذا النقرس ما راح يفيدهم هذا الهيدروكلوروثيازايد. اذا هذا الهيدروكلوروثيازايد هو اللي سبب هاي الجات. زين هنا يقول وومن عندها هايبرتنشن وكانت تاخذ ثيازايد، شعرت بالضعف والتعب ولاحظت اكو من سوت فحوصات اكو قله. وين قله؟ اكيد بالبوتاسيوم. ليش؟ لان هذا الثيازايد اهم ادفيرس افكت مالته شنو هو؟ الهايبو كاليميا، يطلع لي البوتاسيوم عن طريق اليورين، وش يسوي لنا؟ يسوي لنا فتيق. اذا الجواب هو البوتاسيوم نقص قل. بعد يقول لك دواء يكون كونترا انديكيشن، يعني ما ننطي ويا المريض اللي عنده هايبر كاليميا، عنده بوتاسيوم زايد اللي هو منو يكون كونترا انديكيتد هنا؟ اكيد السبايرونولاكتون. ليش؟ لان هو السبايرونولاكتون يسوي ري ابزوربشن للبوتاسيوم والهيدروجين، وين يرجعهن؟ يرجعهن للبلود، وبالتالي راح يزيدن بالبلود، يعني هذا المريض اصلا عنده هايبر كاليميا وهذا السبايرونولاكتون راح يزيد الهايبر كاليميا، فيكون شنو؟ كونترا انديكيتد، ممنوع ما ننطي. زين هنا يقول لك تري تشويس اوف ما هايبرتنشن، هذا يقول افريكان امريكان، يعني هذا الزنوج اصحاب البشره السمراء، يقول عنده هو عنده هايبرتنشن، هو افريكان امريكان وعنده هيستوري، عنده جات وعنده سيفير هايبوكاليميا. او شنو يا دواء تستخدم للهايبرتنشن من دني؟ الفالزرتان والاتينولول والانابريل ظني ما يفيدن. ليش؟ راح يكون الريسبونس بورلي، وانا ذاكرها بالشرح، ذولا سيستم الرينين مالتهم عندهم شنو؟ ضعيف، فذني ما راح يستخدمن. الهيدروكلوروثيازايد هنا اهم ما راح نستخدمه هنا، ذاكر وينها هذا كل مذاكرة هنا، لا مذاكرة بس. ليش هو أصلا ليش ما نستخدم كلورو ثيازايد؟ ليش؟ لأنه هو عنده سيفير هايبوكاليميا، وهذا شيء يسوي إنه يطلع لنا البوتاسيوم عن طريق اليورين، فبالتالي راح يصير عنده بالزايد هايبوكاليميا، فهذا ما نستخدمه. إذا نستخدم السبايرونولاكتون راح يفيده
بالهايبرتنشن بالضغط وايضا للسيفير هايبوكاليميا. ليش يفيد هنا؟ هنا راح يزيد له البوتاسيوم، لان عرفنا السبايرونولاكتون يرجع البوتاسيوم، قلتها قبل، يرجع البوتاسيوم زائد الهيدروجين وين للبلود، ويطلع منه مكانه لليورين، يطلع الصوديوم زائدا H2O. إذن هذا السبايرونولاكتون راح يفيده بالهايبرتنشن وراح يفيده بالهايبوكاليميا، انه يزيد له البوتاسيوم. وقلنا شلون، هاي خلصنا من هاي الطبعه. هذني اسئله معاده يعني كلهن حليناهن. هذا يقول كونترا انديكيشن والهايبركاليميا هم حليناها. نعطي من هو الكونترا انديكيشن والهايبركاليميا؟ الشخص اللي عنده زياده بالبوتاسيوم، اكيد سبايرونولاكتون، لان هذا ايضا هم يزيد لنا البوتاسيوم، فشي يكون كونترا انديكيتد. زين، وراها يقول لك هنا عند مريض عنده هيستوري، عنده حساسية مين من السلفة، من هو الدواء هنا اللي ما ننطيه يعني نتجنب افويدد؟ من هو؟ اكيد الهيدروكلورو ثيازايد. ليش؟ لان هذا الاصل ما تشبيه بسلفونامايد. زين، فالمريض اللي عنده حساسيه من السلفا ما ننطيه شنو؟ الهيدروكلورو ثيازايد، لان هو اصلا بالستراكشر مالته سلفونامايد، يعني مشتق من السلفونامايد، يعني نفس الستراكشر مالته. هنا هذا السؤال مهم، يقول البيشنت استخدم ميديكيشن، استخدم دواء، وهذا سواله بريست اللارجد، يعني صار عنده شنو؟ جاينيكوماستيا، تثدي. واحنا قلنا اهم، يعني نوهت عليه بالشرح، هو اهم ادفيرس افكت لل يسوي لنا جاينيكوماستيا، تثدي عند الرجال، من هو؟ اكيد سبايرونولاكتون. ليش؟ لان هذا عنده انتي اندروجينيك افكت، عفوا، وايضا يسد البروجستيرون مثل ما قايل هنا، هو انتي يسد الاندروجين والبروجستيرون، فبالتالي راح يصير عند المن شنو؟ جاينيكوماستيا، تثدي. هذا كلش مهم، ركز عليه. زين، وراها يقول لك بيشنت بالامرجنسي صار عنده شنو؟ صار عنده هدك، ويقول لك سبب هذا الهدك اللي هو البين نفسه، السبب مالته انكريز انترا كرانيال براجر، واحنا قلنا اكو دايرتك يعالج الانكريز انترا كرانيال براجر اللي هو من هو؟ المانيتول، اكيد حكيت اخر شيء من شرحت الدايرتك، هذا يعالج الضغط اللي صاير داخل الجمجمه. يقول لك هذا الدايرتيك براجر ريزيستنت، هذا يقول لك مريض عنده ريزيستنت انه يستخدم ادويه، بس هاي الادويه يعني ما تستجيب له، هو ريزيستنت هايبرتنشن، فايش نستخدم له؟ اكيد نستخدم له سبايرونولاكتون، لان راح يشتغل بغير ميكانيزم، راح هنا راح يسد له شنو؟ راح يسد له الالدوستيرون، يكون الدوستيرون انتاغونست، فممكن سبايرونولاكتون يفيده كعلاج اضافي ويا العلاجات الباقيه. دين كلهم حاليهن. يقول لك هذا هاي أهم حاليها اللي هو الجات، من هو؟ بس هنا هناك هيدروكلوروثيازون ثيازايد اللي حلينا قبل شوية، هنا أنا منطيك كلورثاليدون. إن كلهم دني يزي يسون جات أتاك، لأني رجعا الكالسيوم للبلود. بعد هاي حليناهن اللي هنا، هذا الدواء دواء يزيد الهايبركاليميا، من هو؟ أبليرينون، هم قلناها لأن يرجع البوتاسيوم للبلود حكيناها، فيكون كونترا انديكيتد والهايبركاليميا. بس يمكن هناك كان السبايرونولاكتون وهذا الأبليرينون، هنا اثنينات نفس الشيء اصلا، هذا السينثيك مال السبايرونولاكتون. عن التدافئهم راح تجاوبهم. يقول لك هنا أنا مريض بالانتنسيف كير بالعناية المركزة، عنده شنو؟ ميتابوليك الكالوسيس. هنا أنا يا دواء راح تستخدم له حتى تعالج للميتابوليك الكالوسيس اللي يصير؟ أكيد نستخدم كربون أنهيدرس أنهبيتر اللي هو من هو؟ الأسيتازولاميد. ليش؟ لأن هذا الأسيتازولاميد أهم أدفيرس إفكت مالته شو يسوي؟ ميتابوليك أسيدوسيس، ميتابوليك اسيدوز، فراح يعالج لنا الميتابوليك الكالوسيس. ليش يسوي ميتابوليك اسيدوسيس؟ لان هو يرجع الهيدروجين للبلود ويطلع ال HCO3، طلع هاي طلعها خلال اليورين وهاي يرجعها للبلود، فهاي من رجع الهيدروجين راح يزيد لنا شنو؟
الأسيدوسس، وهو المريض إيش عنده؟ عنده الكالوسس، فراح نعالجه بالأسيتازولامايد. هاي كلهن يعني ترى فصل بهن بالمحاضرات، وهذا حكينا اللي يسوي لنا برايست اللي هو منو سبيرونولاكتون سوينا تثدي جانيكوماستي. هذا يقول لك مريض عنده مريض هارت فيلر عنده ريدوسد إيجاكشن فراكشن، عرفناها هاي بالهارت فيلر يعني عنده مشكلة بالكونتراكشن. فهذا المريض بحث على الانترنت، سوى ريسيرش على الانترنت، فوجد ان هو يستخدم نوعين من الدايرتيك اللي هو البيوميتينايد والسبيرونولاكتون. فسأل اكو مستيك بالثيرابي مالتي شنو افضل رد؟ يقول هذا السبيرونولاكتون اكيد نستخدمه بالهارت فيلر، حتى شنو هو؟ حتى يقلل لي الهارت ستراكشر تشينج، يعني يقلل يسوي بريفنت مايوكارديال ريموديلينج، يقلل هذا الريموديلينج ويقلل المورتاليتي. احنا عرفنا من درسنا الهارت فيلر، فهذا الجواب مال السبيرونولاكتون شنو راح يفيده. هذا اللي جوه حكينا مروب انريتريتد بالريزيستنت هايبرتنشن، قلنا هذا ريزيستنت هايبرتنشن يستخدم سبيرونولاكتون. الطبعة الثامنة هاي هنا هاي أسئلة مهمة، ركزوا طبعا ركزوا على الطبعة الثامنة. يقول هنا سيجمنت بالنفرون يسوي لي ري أبزوربشن بنسبة عالية للصوديوم والوتر، أكيد من هو أول شيء بالنفرون أول منطقة اللي هي الباراكزيمال تيوبولس. ليش؟ لأن تسوي 65% ري أبزوربشن للصوديوم والوتر، لكن كديارتك كشغل ديارتك يعني أقوى ديارتك اكثر واحد يطلع لي يورين من هو اكيد التروسيمايد اللي هو اللوب دايرتك، هذا قلنا اقوى واحد، فهو اكثر واحد يطلع لنا كميه يورين اللي هو التروسيمايد اللي هو من اللوب دايرتك. فرق بين هذا السؤال وبين قبله، هاي المنطقه اللي يطلع لي تسوي لي ري ابزوربشن اكثر شيء اللي هي الباراكزيمال تيوبولس. زين، هذا الاردل بيشنت عنده هارت فيلر بريزيرفد ايجكشن فراكشن، وعنده شنو؟ ديسبينيا، وعنده بولمنري. شنو بولمنري اديم؟ اذا شنو ايش نستخدم له؟ نستخدم له بولمنري اديم، نريد نطلع هاي سواء نستخدم لوب قوي الدايرتيك قوي عفوا اللي هو من هو اللوب دايرتيك نطي في الروسمايد اللي هو من هو اللازكس اللازكس التجاري مالته اللي هو من هو في الروسمايد اللي هو من اللوب دايرتيك حتى نعالج له شنو البولمنري اديمة. ذن الأسئلة حاليهن altitude sickness هذا هم حكينا نستخدم له acetazolamide وذكرنا السبب ليش حلينا هذا السؤال قبل شوية. هذا هم حلينا عنده hepatic cirrhosis حتى نتحكم له بالأدمة نخلصه من الأدمة والأسايتس اللي صايرة بباطنة أكيد نستخدم له spironolactone. هذا هم حلينا هذا الكالسيوم أوكزالات، هذا عنده حصى متجمعة خلال الكلية مالته، فحتى نقلل الكالسيوم اكسكريشن نستخدم حتى نقلل هذا الستون نستخدم اكيد نستخدم الهيدروكلورو ثيازايد. ليش؟ لان الثيازايد مثل ما قلنا شو تسوي للكالسيوم؟ تسوي له ري ابزوربشن وترجعه للبلود وبالتالي الكالسيوم اللي موجود خلال اليورين راح اخذه ورجع للبلود، وبالتالي هنا راح نتخلص من الستون اللي تصير، فنستخدم له هيدروكلوروثيازايد. زين، مثل ما قال هنا الهيدروكلوروثيازايد زيد الكالسيوم ري ابزوربشن، يعني زيد الكالسيوم ري ابزوربشن يعني شنو؟ تاخذه من اليورين وترجع للبلود. هاي كلهن يعني المعلومات مفصل به هنا، فاذا ما فاهمين او هاي ارجعوا للشرح. يقول لك هنا خل اقرا عنده هارت فيلر وعنده هايبرتنشن والجلوم الجي اف ار مالته اقل من العشرين، هذا منتهي هذا ما ادري شو اللي هسه ما ميت. المهم يستخدم الادويه اللي هي يستخدم بيوميتينايد وفالزرتان هيدروكلوروثيازايد وكارفيدولول، يستخدم ابليرينون. يقول لك وهذا صار عنده شنو؟ هايبركاليميا. يا دواء سبب لي الهايبركاليميا، شوف هو ذاكر لك اياه اخر واحد، يا دواء سبب الهايبركاليميا اللي هو الابريلينون. ليش؟ لان قلنا هذا الابريلينون راح يسد الالدوستيرون، بالتالي راح يطلع لنا الصوديوم زائدا الاس 2 او خلال اليورين، وشي يسوي للبوتاسيوم زائدا الهيدروجين يرجعها للبلود.
ومن يرجح لي البلود اكيد راح يزداد مستواهن بالبلود. ايش يسوون لي من الكالسي البوتاسيوم؟ راح ارجع لي البلود راح يسوي لي هايبر كاليميا. اذا منو اللي سوى لي؟ هو الابلي رينون. زين نا عبالك ما اعرف نا انا شايف ابرينينون قلت يلا هو هنا انا موجود دخل اختار هنا انا اعرف باي سؤاله. يلا هذا حليناه اللي هو الميتابوليك الكلوسيس نستخدم له الاسيتازولاميد حليته. ريزيستنت هايبرتنشن اللي عنده ريزيستنت نستخدم له سبيرونولاكتون. هذا اخر سؤال مو يمكن اي هذا اخر سؤال يقول لك هنا شنو يقول لك هذا هاي وومن راحت للهوسبيتال هي تستخدم فروسيمايد اي في لكن هاي الفروسيمايد هنا شنو ما طلعت لي كميه يورين كافيه حتى تخلصها من الادمه اللي صايره عندها حتى تخلصها. دقيقه حتى تخلصها من الادمه فشلت انه تطلع لي يورين. طلعت بس 500 ملي من اليورين بالست ساعات الماضيه. فهنا جاي يقول لك يا تغيير علاجي يفيدها تشينج ثيرابيوتيك ويفيدها. احنا نعرف انه الفروسيمايد هو شنو انا هم يعني شاير عليها من شرحت قلنا اللوب الثيازايد. خل ارجع لكم الثيازايد هو شنو لو سيلينج يعني شنو هاي الجرعه مهما زيدتها ما راح يزداد التاثير العلاجي مالتها. لكن اللوب دايرتيك اللوب قلنا شنو هي هاي سيلينج يعني شنو هذا الثريشولد اذا زيدناه راح تزداد الفعاليه مالتها. واحنا هاي جاي تستخدم فروسيمايد يعني جاي تستخدم اللوب. فهنا أنا افضل حل انه شو نسوي لها نزيد لها الجرعه مالتها نسويها دبل من الفروسيمايد. فهنا أنا نفس الحكي لان هي اذا زيدنا الدوز مالتها راح تزداد عندنا ثيرابيوتيك يوزز راح تزداد الريسبونس فممكن نتحكم بها. لكن بالثيازايد هذا ما ممكن. فشنو نسوي دبل ذا دوز اوف ذا